قضية تمكين المرأة فيها اهتمام كبير جدا في كل القطاعات، حتى في الوحدات المحلية في المحافظات. في محافظة بني سويف بقى في 45% من المديرين بالوحدات المحلية من السيدات، ده غير ان نسبة المديرات في ديوان عام المحافظة وصلت ل 40%. خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر معانا على التليفون الاستاذة نرمين محمود، مقرر المجلس القومي للمرأة في بني سويف. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير على حضرتك. هي نسبة كبيرة، يعني خلاص يعني اقتربت من النص، يعني تحقيقها انه يتم تحقيق هذه النسبة في قضية تمكين المرأة في بني سويف. عايزين نعرف ازاي ده حصل وايه أكتر المناصب القيادية اللي تولتها المرأة في المحافظة. تمام، زي ما حضرتك قلت طبعا المرأة المصرية بتعيش في أزع عصرها في الوقت الحالي، كما أطلق عليها المجلس القومي المرأة في احتفالية المرأة المصرية هذا العام، المرأة المصرية مفتاح الحياة. كنا بنقول إن احنا في العصر الذهبي للمرأة المصرية بدعم القيادة السياسية الواعية وإيمان فخامة السيد الرئيس بالدور اللي بتقوم به المرأة، وبالتالي ده موجود أو كل الجهات الحكومية والتنفيذية ماشيين على نفس المنوال. في بني سويف بنحظى بقيادة سياسية شابة واعية، محافظ بني سويف السيد الدكتور محمد هاني غنيم ونوابه من الشباب بيدعموا المرأة وبيبقوا حريصين على ان هم يمكنوا عدد كبير جدا من القيادات النسائية الشابة كمان من المناصب القيادية. احنا كان لنا تجربة في محافظة بني سويف ان احنا نفذنا برنامج لتدريب القيادات النسائية لإعداد صف تاني من القيادات النسائية داخل المحافظة، دربنا ما يقرب من 100 قيادة نسائية داخل محافظة بني سويف، بالإضافة طبعا المديرين اللي موجودين زي ما حضرتك قلت سواء في ديوان عام المحافظة أو في الجهات التنفيذية أو في الوحدات المحلية. فأصبح أن في نسبة كبيرة جدا من القيادات النسائية بتتولى مناصب قيادية داخل الجهات التنفيذية بمحافظة بني سويف، بالإضافة طبعا عندنا جامعة بني سويف كمان يعني فيها ما يقرب من 300 قيادة نسائية ما بين مناصب قيادية مختلفة، ما بين عمداء كليات وكلاء ومديرين وأعضاء هيئة التدريس وإداريين وغيرها. فالحمد لله يعني احنا عندنا في محافظة بني سويف بنحظى بقيادات واعية مؤمنة بدور المرأة. هايل. يعني أستاذة نرمين، معروف أن شغل المحليات عامة يمكن من أصعب المناصب، إزاي المرأة قدرت تتغلب على الصعوبات دي في بني سويف وحققت نسبة 40%؟ يعني نسبة في الحقيقة كبيرة. احنا تقريبا كان عندنا من حوالي عامين ان كان في اول قيادة نسائية داخل يعني شمال الصعيد انها تتولى منصب سكرتير عام محافظة داخل بني سويف، وانها تكون كمان من اكتر من عامين، وانها تكون كمان رئيس لوحدة محلية داخل محافظة بني سويف. رئيس لوحدة محلية محافظة بني سويف كانت من ابناء محافظة بني سويف، ودي كانت يعني تحدي كبير جدا بالنسبة لنا. بالاضافة طبعا ان احنا عندنا زي ما حضرتك بتقولي ان في صعوبات ممكن كتير تواجه السيدات أو المرأة في العمل المحليات تحديدا أو في العمل التنفيذي، لكن الحمد لله زي ما قلت لحضرتك الإيمان بدور المرأة في الوقت الحالي، الجهود الكتير اللي بتبذل لدعم وتمكين المرأة سواء بقى من الجهات التنفيذية سواء من المجلس القومي للمرأة، طبعا اللي بنحظى ان احنا يعني متولين ملف تمكين المرأة تحت قيادة السيدة الدكتورة مايا مورسي رئيس المجلس القومي للمرأة. فبنحاول بقدر الإمكان ان احنا يعني يبقى في دور كبير للمرأة انها تتقلد المناصب القيادية، ويعني الحمد لله بنحظى بدعم المسؤولين، فبيحاولوا يسللوا لها اي عقبات موجودة ممكن ان هي تواجهها داخل الجهات التنفيذية او المحليات. عظيم. مع هذا الدعم يا استاذ نرمين، الجميل في الموضوع انه للمرأة المصرية بتثبت ان هي قادرة بالفعل على قيادة هذا المنصب او تولي هذا المنصب. دي فعلا دي حقيقة، وأعتقد أن المرأة المصرية على مر الفترات الأخيرة السابقة زي ما حضراتكم أكيد متابعين وشفتوا أن هي قدرت يعني تواجه تحديات كتير، ووقفت وسندت الدولة في ظروف ومحن كتير، يعني ليها كل التقدير والاحترام. فبالتالي طبعا لما يكون في إيمان كبير من القيادة السياسية بدور المرأة والدعم اللي موجود ده، فأعتقد أن هي من حق انها يعني تتولى مناصب قياديه وتحظى بالمكتسبات اللي احنا الحمد لله يعني حصلنا عليها ونامل في المزيد. الحقيقه الدوله بتدعم بشكل كبير قوي طبعا المراه وفي مجالات مختلفه. يعني حابين بقى نعرف من حضرتك يا استاذه نرمين مبادره جلسات الدوار، يعني دي جلسات للتوعيه بمشروعات حياه كريمه، فيعني حابين نعرف من حضرتك اكتر عنها.
حضرتك احنا عندنا في محافظة بني سويف بيتم طبعا عندنا مركزين بيتم تطبيق فيهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مركز ناصر في شمال المحافظة ومركز بيبا في جنوب المحافظة، ما يقرب من 66 قرية بتوابعها داخل المحافظة. وفي الفترة الأخيرة اللي أطلق فيها في 5 سيد الرئيس المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نفذ المجلس القومي للمرأة جلسات الدوار للتوعية بكافة القضايا الأسرية اللي ليها علاقة بتمكين الأسرة وتنمية الأسرة ومناهضة الزواج المبكر، ارتفاع معدلات الطلاق، مناهضة ختان الناس وغيرها من القضايا المختلفة اللي بينفذها المجلس القومي للمرأة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف. عندنا في بني سويف في تعاون كبير ما بين المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف وما بين مديرية الأوقاف، دربنا ما يقرب من 100 إمام داخل قرى حياة كريمة والمراكز المجاورة ليها أيضا عشان يتم الاستعانة بيهم، وبينزلوا ينفذوا بالتعاون مع متطوعات ورائدات المجلس القومي للمرأة. ابتدينا المبادرة دي من نهاية ديسمبر 2021 ومستمرين فيها حتى الوقت الحالي، نفذنا ما يقرب من 900 جلسة دوار داخل القرى بتوعية مختلفة، بالإضافة طبعا أن طوال شهر رمضان كنا بننفذ التوعية أيضا بجلسات الدوار ولكن في شكل أمسيات رمضانية بنقدمها بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة لتوصيل الرسائل المختلفة لمشروع قومي تنمية الأسرة. ليها صدى كبير جدا داخل المحافظة، السيدات يعني في إقبال كبير جدا من السيدات، والمفروض أنه هو من الرجال كمان لأن جلسات الدوار بتعقد للسيدات والرجال بحضور طبعا المشايخ والأئمة داخل الأماكن اللي بيتم تنفيذ الجلسات فيها. في كمان تضافر جهود كبيرة جدا معنا، الوحدات المحلية، مراكز الشباب، الجامعات الأهلية، طبعا دعم محافظ بني سويف لأنه بيسهل لنا بالتعاون طبعا مع مؤسسة حياة كريمة، فريق المشاركة المجتمعية، كل الجهات عظيم بتدعم تنفيذ عظيم جدا. أستاذ نرمين، الدعم مقدم لسيدات في المحافظة بشكل عام سواء في المناصب القيادية أو غيرها. نشكر حضرتك أستاذة نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة في بني سويف، ألف شكر ليك يا فندم.